لا تدفع أي مبلغ مالي للحصول على خدمة حكومية مجانية. وإذا لم تكن الخدمة مجانية فلا تدفع مبلغا أكبر من مبلغها الطبيعي، إلا إذا كان مقدم هذه الخدمة معتمدا حكوميا. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأنك حينئذ قد تكون مشاركا في عملية رشوة. قد يسأل إنسان، وهل يمكن أن أدفع مالا مقابل خدمة حكومية مجانية؟ أعطيكم أمثلة شائعة. حين يأتي إنسان يقول لك أنا أوفر لك وظيفة مقابل مبلغ مالي، أنا أوفر لك منحة سكنية، أوفر لك منحة دراسية، أوفر لك الجنسية، أوفر لك إخلاء طبي، الأمثلة كثيرة. طيب مثال لخدمات حكومية ليست مجانية وقد تدفع فيها أكثر من سعرها، يقول لك ادفع مثلا 20,000 ريال وأنا أعرف شخص ممكن يدخل لك عدادات الكهرباء التي أنت حائس فيها، ينقل لك كفالتك دون موافقة كفيلك، يجدد إقامتك، أي خدمة حكومية. أقول لكم هذا الكلام أيها الأخوات والإخوة لأن هناك حالات كثيرة تحصل يقبض فيها على هذا الشخص الذي تعهد لك بالخدمة، هو والشخص الذي يساعده في تلك الجهة، ويوجه لهما تهمة الرشوة، وأيضا ممكن أنت أن تسحب معهما. لا تقول ما كنت أعرف، يعني بالله لماذا أخذ عليك مبلغا ماليا والخدمة الحكومية مجانية؟ لماذا أخذ مبلغا كبيرا والرسوم قليلة؟ إلا لأنها رشوة وأنت عارف، لكن تقول هذا معقب يعرف واسطة له طريقة. الواسطة والطريقة جزء من الرشوة أيضا. المشكلة أنها صارت تستعمل في النصب والاحتيال، لأنه يعلم أنك تعلم أنها رشوة وأنك لن تشتكي ضده حتى لا تدخل معه في الجريمة، فيأخذ منك المال ولا يفعل شيئا، لا ينفذ ما وعدك به، يقول لك هيذهب اشتكني، هو نفسه يقول لك صلي. بعضهم يحاول يعني إثبات حسن نيته أنه لن ينصب عليك، يقول لك أنا أخذ الفلوس منك وأعطيك سند أمانة أني أخذ هذه الفلوس أمانة، فإذا لم أنفذ ما وعدتك به اشتكني في المحكمة، قل لهم هذا الرجل أخذ مني مالا أمانة ولم يردها لي. فقل لمثل هذا لا تعطيني سند أمانة ولا تعطيني سند خيانة يا بابا، كل هذا التعامل مرفوض. التزموا بالنظام أيها الأخوات والإخوة، مكافحة الفساد صارت أشد من ذي قبل. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. تصبحون على خير.